السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني وين كاين الناس اللي راهم يتكلموا على بالك، كاين صحافة اللي ما الصحافة فاتوا في مراحل، يعرفوا كرة القدم الجزائرية، يعرفوا يعني يعرفوا واش كاين اللي يشوف للبعيد، كاين اللي صح الناس هادو كيما هادو في العاهرات تاع اليوتيوب يخدموا فترات، يخدم هذه الفترة راهي حاكمت له غوارديولا محرز، ومن بعد فترة تحكم بارتيات تعاود، ومن بعد فترة تحكم في رؤساء النوادي، واحد طايح على الحاج، واحد طايح على صرار، واحد طايح على زبزاف، يعني هما كي زبزاف كي صرار كاع كيف كيف، ما غادي نزكو واحد على واحد. انا واحد من الناس ما غادي نزكي واحد على واحد، انا تبالي بلي هادو يجو من اجل ارضاء المدرب وفقط. شوف واحد يهدر لك قدام لا يهدر على البرنامج، حنا خاصنا على بالنا ما عندكمش برنامج، بصح هما كو كذبتوا علينا تاع برنامج هذا، ماشي الولاد اللي كيما هكا انايا جماعه انا غادي نكون مع المدرب وما ندخلوش في الصلاحيات تاعو. وشكون اللي قال لك انت تدخل في الصلاحيات تاعو؟ شكون اللي قال لك انت غادي تدخل في الصلاحيات؟ على بالنا ما كاش اللي يدخل في الصلاحيات، على بالنا مي تشوفوه ترقدوا كي ذاك الكلب اللي يولي يتمرغ ويضربك عائلته، على بالنا على بالنا، ولا باين تولوا رجاله ولا باين نشوفوكم رجاله. حنا خاصنا واحد اللي يضرب الطابلة في لاكاب، كي تضرب الطابلة في لاكاب، حنا خاصنا اللي يضرب الطابلة في لاكاب، اللي في 2013 في جنوب افريقيا، مازالوا الصحافة شاهدين، ونتمنى إن شاء الله واحد كيما سعيد في الله يهدرها، ونتمنى إن شاء الله واحد كيما مؤمن كونك راجل وهدرها، تاع مين لعبنا أمام تونس. والغربي حرمنا من 3 بيناتي وحرمنا من الهدف محقق امام تونس. الحاج ما يخرج لكم برا في الصطاد، برا ما يبغى يركب في الكار، وانتم الصحافه كنتوا فماك اشتاق لكم. لعبنا في جونفي اشتاق لكم، قال لكم جماعه، قال لكم هذا رئيس لجنه التحكيم التونسي، هذاك شيبوب لا معك سموه، قال لكم في مارس نقلعه، قلعوا ولا ما قلعوش؟ قلعوا ولا ما قلعوش؟ حضروا معايا، قلعوا ولا ما قلعوش؟ روحوا نتوما اليوم الراجل فيكم يلبس كوليطا ويهود لافريك ويقلع، يقلع رئيس التحكيم تاع لافريك، يقلعوا يروح واحد فيكم دي غي كوليطا وروح قلع رئيس التحكيم، روح نستعد نروح نحكي نروح نولي نتحي لكم هاك، هيا روحوا ها روحوا. نتمنى ان شاء الله بربي سعيد في اللاك، ولا واحد جيتكم اي زوجة خلينا ما مشاني باغي نقول لكم حسين جناد وكلش ورفيق واحد ورضا عباس، انا راني نقول لكم على زوج برك صغار ويعقلوا راهم عاقلين عليها مليح وكانوا فماك. الحاج محمد راهو راهو مي كملت البارتية خسرنا 1-0 لا دانيير مينيت، برا اش قال لكم؟ اش قال لكم على الاربيت؟ قال لكم ما تهضروا ما تكتبوا ما تقولوا الاربيت حقرنا ما تقولوا، قال لكم نوعدكم رئيس لجنة التحكيم وهو تونسي ذاك شيبوب ولا معشتا ولا، قال لكم نقلعه، وقلعوا ولا ما قلعوش؟ كونوا رجالة وقولوها، كونوا رجالة وقولوها بلي هذا الراجل هذا الفضل على هذا الراجل شتا ولا، كونوا رجالة وقولوها، ماشي اليوم يجي واحد من أجل مصالح تاع أصحابه وخوف من الفضائح يعمل الكل في الكل باش ما يجيش واحد نزيه باش يخدم، يحوسوا على واحد لازم تيتهموا باللي تا يعطي كيما يقول لك تعهدات باللي ما تجبدش، اشتكي واش مكاش راك رئيس. حضروا الحقيقة وقولوها، تجيش اليوم تهدر لي انا تقول لي برنامج، ما عندكم تا برنامج، ما عندكم تا برنامج، كذب في كذب، أقسم لكم بالله العلي العظيم ما كان حتى برنامج. نسمعوا الصحابة، شوفوا الناس، هذا صحابي كبير، وين الناس واش تتكلم؟ واش تتكلم هاد الناس؟ يعني راح على بالهم ماشي اليوم،
ماشي اليوم، ماشي هادي امام نيجر الي روتور، ولا امام تنزانيا في مارس، ولا امام اوغندا في مارس. ناس هم قارينها، ناس هم قارينها، خاطش عارفين عاشوا مرحلة وين خلصنا فيها في عشرية كومبلي من التسعين تا 2000، وفي تسع في كيما نقولوا حنا في 8 سنين تا 2008 فاني خلصنا. تعاود ولا الراجل بقوة وقماصة، عاود ولا 2009 يعني ولا مصر راك عشتي لها مصر في ذاك الوقت، داية 3 كوب دافريك من 2004 ما خسرتش حتى لقاتنا هنايا في البليدة، باش خسرت باش يكون على بالكم، من 2004 ما خسرتش، خسرت معانا في 2004 2-1 من الفماك ما خسروش حتى لقاونا 2009 باش ربحناهم حنا لهنا في البليدة 3-1، ومن فماك ما خسروش معانا، خلينا من ربحنا ماتش دو باراج، من فماك ما خسروش حتى وصلوا فينال وداوها. جاي انت يا تهدر لي، جاي انت، جاي انت، جاي تسيب عاهرة عاهرات ومخنث، يعني صورتو مخنث والله، كون جات عاهرة باينة هكا عاهرة مخنث يهدر في الحاج، تسيب ذري صغار عمو يعايلو في الحاج، الحاج ما تعرفوش، الحاج ما تعرفوش. جيتو شو خاطش انا رانا نقول لكم على بالنا نتوما تبغوا الاغتصاب، تبغوا الاغتصاب افريقي على بالنا، تموتوا الاغتصاب الافريقي، وماذا بكم تقعد هكا مشكله، ماذا بكم تقعد مشكله، فانتوما تقعدوا تحضروا ما تبغوش حاجة ستابل، خاطش ما عندكم شي، كنتو داخلين عليها غوارديولا محرز، صاي غوارديولا بان لكم بلي يبغي محرز، محرز يبغي غوارديولا، ما عندكم شي من بيت تقلبو، عطال في نيلس شكون مكاش، لازم غادي تقلبو، ماذا بكم تقعد مشكلة، نتوما راكم تدعموا في زبزاف ولا تدعموا في سرار، ومن بعد تخرج مشكلة، تخرجوا تهدروا عليها، هاي هاي هاي، هاي. هذا مكان، ما عندكمش حاجة وحدة أخرى. حنا باغيين حاجة ستاب تولي ستاب، في الرئيس الاتحاد يخدم خدمته، المدرب يخدم خدمته، اللاعب كلش باين، بصح نتوما ماشي باغيين هكا، تبغوا الاغتصاب، من بعد تخرجوا تتباكاو، يا وجوه النساء، يا وجوه النساء، تخرجوا تتباكاو، هذه هي، نسمعوا واش هدر هذا الصحافي، الناس اللي على بال، الناس على بالك ديكو، كاين بزاف ديكوتاو، كاين بزاف على الصحافي هذا. الانتخابات وهذا الرئيس اللي راح يجي كالعاده راح نشوفوا رئيس فيدرالية، راح يكون شغل الشاغل تاعو، والمهمه منتخب الوطني رقم واحد راح يكون رئيس المنتخب الوطني. شوف كيفاش كانت حاجه، رئيس تاع منتخب وطني جزائري، مدرب، رئيس يقارع المدرب دات فيفا كما كان يدير زاتشي وجماعته حداد نهار الاول، يقارعوا الطياره اللي تجي، جا هل أتى؟ هيا من بعد يتصوروا معاه، يلعبوها يمشوا معاه في وسط الصطاد هكا، هيا يهدروا على الروينه ولا يهدروا على 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 الطعم ولا وعادي وعادي بلادي، راهم يهدروا وعده، ما كان تاع مشروع، ما كان والو، هي وعده، واحد الوعده تاع كي دايره البارود يسيح وكلش، هذا مكان ما كان حاجه يهدروها. هيا من بعد من بعد نطيحوا، بعد يبكوا، بعد يحصلوا في الصطاد، يحصلوا في لاربيت، يحصلوا كل خطره وكيفاش، ومن بعد يخرجوا ناس يقول لك المؤامره من عند الاتحاد الافريقي ومن عند الفيفا، هي والناس تدي دراهم تو فا بيان، ما كان والو، محبه عشق، ما كان والو، غادي تشوفوا الفضائح، تشوفوا لي زافريكا بناو سياجات على المنتخب الوطني الجزائري متالي كاع، والله ونجيبو 100 ميسي يلعب، والله ونلعبو ب 20 لعاب في المباراة، كل مباراة نلعبو ب 20 لعاب، والله ما تربح،
خاطش عليه عندك مدرب ناقص تكتيكمون، ناقص تكتيكمون. لعابه اليوم جايين ما غاديش يتطوروا في المنتخب الوطني، ما يطوروش، ما يطوروش. لعاب اللي يجي ولا يطيح النيفو تاعو في المنتخب الوطني يطيح، ما يتطورش، يطيح النيفو تاعو.